فينا. صباح الخير. اللي احنا شفناهم في اي حاجه في اي حته ولعبه الشيش، البنات دي ممكن تكون بنت منهم ان شاء الله في الاولمبياد اللي جايه، هي اللي تحقق لنا ميداليه جديده. البنات اللي بتتعب زي ما قلنا قبل التقرير قبل اي حاجه في اي حته، البنات واضح ان هي جايه يعني ما شاء الله، جوائز كتير وميداليات كتير، وكابتن اللي بتعلمهم هي كابتن بنت، كابتن شيماء الجمال، فيعني واضح ان البنات عندها دور مهم جدا الفتره اللي جايه، بس احنا نساعدهم ازاي؟ انا منورني الشويه اللي جايين كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي والرئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. صباح الفل عليك. صباح الفل يا خلود. ريو 2016 طبعا احنا الحمد لله احنا بنبارك لك وبنبارك لنفسنا وبنبارك لكل المصريين على الثلاث ميداليات الحمد لله. وفي امل نجيب حاجه واحده تعمل لها ابجريد يعني. في الميداليه الفضيه طبعا يعني احنا عايزين نقول كل شويه عاملين نقول اهو محمد ايهاب بقى عنده ميداليه فضيه وليست برونزيه الحمد لله، مبروك علينا. يمكن ربنا يكرمنا كمان مع الراجل بتاع البوكس اللي طلع رابع، لو طلع المكسيكي واخد منشطات ولا حاجه يمكن يعني يا رب يبقى عندنا ميداليه رابعه. منشطات دلوقتي هي الامل في المنشطات. الله يرحم حضرتك. كان كابتن عبير كمان في الاولمبيات اللي فاتت طبعا بسبب برضو رجع لها ميداليه بعد سنه وشويه بعد فتره كبيره يعني شوف انت طبعا انت شباب، فانا بقول لك على جيلنا صدقني طول ما احنا مؤمنين بالشباب صح. لا في حاجه حلوه بامانه شديده، في حاجه حلوه لانه اللي حاصل ده هو جهد الشباب دول. كابتن محمد ايهاب وهدايه وساره إيه بتاعت شيماء كابتن شيماء لخصت. انت بتقول لها اللعبه اللطيفه دي مش منتشره ليه؟ اول حاجه قالت لك القاعده القاعده التكاليف. طيب كل حد بيتولى دوله الرياضه المصريه بيكلمنا ان مصر قادره، واحنا عارفين ان بلدنا قادره وميزانيات هلمه، لكن هل في قاعده؟ انت عارف يا صديقي العزيز ان كرة اليد في مصر اللي هي بقى تعتبر توب في العالم يعني لو قلت لك ان في المانيا المسجل عندهم 8 مليون بوينت حاجة كده لاعب كرة يد، احنا ما عندناش 8000 صدقني يعني. احنا المشكلة عندنا ان الرياضة بتنحصر في كرة القدم لعبة يعني. وبعديها بقى ادخل على السباحة عشان اخلي ولادي يلعبوا في النادي مش عارف حرق. يعني بمعنى ايه يعني انت لو قلت لي عايز ازود القاعده، انا قدر ليا مره اروح بطوله اسمها دار مشتاد للسباحه للي هم جونيورز يعني او يعني لغايه 11 سنه يعني مبتدئين كويس. البطوله دي يروح الاهلي ياخدها مقفوله، يروح الزمالك لما راح ياخدها مقفوله، يروح سبورتنج ياخدها مقفوله. قدر ليا في بطوله من دول انه في شخص مصري يعني عظيم من الناس اللي بتخرج بره وتعيش اسمه السيد عبد المنعم عطيه يعني اخوه الصغير كان معانا، فالراجل الماني بيكلمه عارف المهنه بتحكم وبيقول له ايه؟ قال له هو بيعملوا في العيال كده ليه؟ اللي هو بقى فرحه النصر والكاسات. فاتضح للعبد لله انه دي بطولات كلها فور فن. الولد يعرف ازاي مش يكسب، لا يتقبل الهزيمه ويعرف هو فين في الارقام علشان يعرف يجود هذه الارقام لما يروح لمرحله المنافسه اللي لن تبدا في كل الاحوال قبل 17 18 سنة. صح. حلو الكلام؟ أنت بقى المدرب أصلاً وجوده في النادي عشان الانتخابات لازم بطولة يا حلو من فريق تحت 7 سنين، حتى الكورة المسجل عندنا شيء يكسف المسجل كقاعدة. إحنا محتاجين اهتمام إعلامي أكبر بكتير جداً جداً واهتمام مش الدولة مش نفسها مش كلها تقف. الله عليك. الدولة كلها الدولة تقف جنب الرياضي. لابد إن هي تقرر وبإرادة واضحة من السادة مجلس الوزراء إن الرياضة مش لعب عيال. ومدارس يا خالد غاليه جدا صح. بيوقفوا الرياضه في نص السنه والموسيقى، احنا مش هنضحك على نفسنا. لا وعندنا مشاكل كتير بقى، مشاكل الحافز الرياضي وغيره وغيره وغيره. لا بقول لك بيوقفوا الرياضه يا عم اللي هي ما فيش اصلا، اللي هي يا دوب حصه على المزيكا. يقول لك لا 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 انت عايز تسقط صح. ده كلام يا عم من العيال يعني مش راحة على حاجه يعني كويسه بدون الرياضات. طيب انا معايا مفاجاه لحضرتك، مفاجاه لكل مشاهدي قناه النهار. انا معايا على التليفون دلوقتي كابتن محمد ايهاب صاحب الميداليه الفضيه في اولمبياد 2016. صباح الفل عليك يا كابتن، مبروك. صباح الفل. صباح الفل، مبروك عليك الميداليه الفضيه، وقول لي استقبلت ازاي بقى. برونزيه على فكره مش فضيه، هي هو مش تم ثبوت انك لاعب كازاخستان بياخد منشطات والله هو حسب تداول صوره معينه ان في
نفس الدوري الاولمبيه في كذا لعبه توقف منه موقوفين. طبعا قبل ما اتاكد من الخبر طبعا انا كنت شارك في اللعب يعني فنشرت الخبر. وبعد نص ساعه طبعا بعد ما اتاكدنا من اللجنه الاولمبيه الدوليه حصل طبعا ما فيش تعديل في الخبر، والخبر كان مكتوب الناس اللي شاركوا في الدوري الاولمبيه وكانوا موقوفين قبلها يعني هم رجعوا قبل الدوري الاولمبيه وحصلوا على الميداليات. فطبعا انتظرت ونزلت عدم تاكيد الخبر يعني. طب كويس يعني عشان احنا قلنا برضو ان الخبر ده كان نقل عنك، فكويس ان انت بتنفي كمان بنفسك اهو. بس يعني ايا كان البرونز هو لسه البرونز كده. احنا سعداء احنا سعداء جدا برونزك بالبلدي حلال يعني برونزك بتاعك، فاحنا سعداء بيه يا عم. احنا كنا بنقول يا كابتن ان الميداليه البرونزيه اللي انت عملتها هي ب10 ميداليات ذهبيه للرياضي الدوله بتاعته بتقف معاه بشكل كبير جدا، بتساعده بتديله الدعم، بيبقى عنده امكانيات كبيره. فانت يعني قدرت تجيب لنا الميداليه البرونزيه بالامكانيات القليله، فاحنا عايزين نقول لك مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك. طيب قول لي بقى الاول انت استقبلت ازاي لما جينا هنا في المطار؟ انا عرفت ان انت وصلت امبارح، كان في استقبال ليك في المطار، ايه اللي حصل في المطار؟ كان في حد من على المستوى الرسمي قبلك استقبلك في المطار، اتكلم معاك في التليفون، احكي لنا كده. طبعا استقبلني احتفال كبير جدا، انا اول مره حد يستقبلني كده طبعا، وما عنديش خبره في الاستقبالات الكبيره دي. طبعا اتبهدلت خالص يعني، الناس عاوزه تسلم عليا والناس عاوزه تتصور معايا والناس عايزه تعمل لقاءات صحفيه. كان اجمل ما فيها ان كان في قيادات من المؤسسه العسكريه في النادي بتاعي المؤسسه الاسماعيليه طبعا بيقول لي لحد جوه وقابلوني بالورد، وطلعنا بره طبعا شفت اخواتي واهلي وامي واهلي من الفيوم كلهم كانوا جايين ومدربيني، وكل الناس اللي كانت بتشجعني بقلبها ودعواتهم المصريين كلهم كانوا موجودين. طبعا دخلت في النص طبعا وحاولت اتصرف يعني على قد ما اقدر. ربنا يبارك لك، واحنا كلنا بنحبك، وانت جت عليك لحظه انت وهدايه وساره، انتوا فرحتوا المصريين، المصريين كلها يعني زي ما بنقول كده احنا بندور على الفرحه، فانتوا دخلتوا لنا الفرحه، وكمان فرحتك كانت مع فرحه ساره، فكان في نفس الوقت كده فرحه مضاعفه، ففرحنا كلنا. قول لي انا سمعت ان في مشكله لان انت بتطالب ان الضرايب على الميداليه بتاعتك تتشال.
الراجل متبهدل يعني، احنا يعني بنتكلم ده بطل ورياضي وفي الاخر تقول له احنا هناخد 25%. هل يصلح اكنه واحد يعني تاجر وبيكسب اكتر، فالدوله بقى منشنه، دوله الرياضه يعني منشنه انها ازاي تحد من فجر المكاسب بتاعتها. يا عم ده يا عم قول له الميداليه الاولى ب 100 والثانيه ب 30,000 يا خبر ابيض، علشان يروح يجيب الثانيه. انا مش مصدق انا مش مصدق. وبعدين انت لمحت له عن مدير اعمال حلو، لما بقى في رعاه عشان الاعلانات، لكن هل الشاب الجميل ده كان عنده مدير اعمال بيشوفه بينام كويس وبيصحى كويس؟ لا. وبيعمل كونكشن مع دكاتره ومع مدربين ومع تغذيه وكذا. الرمح اللي اتقصف ده هو ده بالسهل ايهاب عبد الرحمن. وبعدين يقول لك دهموا البيت فجرا عشان ياخدوا منه عينه منشطات. هو حضراتكم ما كنتوش عارفين هو بياكل ايه وبيشرب ايه؟ ده ما حوالوش 5-6 ليه من المبنى اللي بيعج بمئات عشرات الالاف من الموظفين مثلا وزاره الشباب والرياضه. بص، لولا قناعه راس الدوله الان بالشباب وما يقدموه، وللامانه اوعى تصدق انه في جهه رياضيه ورا الميداليات دي. الميداليات دي وراها مجهود سيستم شخصي محترم طبعا، لكن سيستم محترم اسمه المؤسسه العسكريه. لديها معامل اخراج ابطال. هتقول لي ازاي؟ اولا مؤمنين بالشباب، اول حاجه راجع مثلا الاتحاد العسكري خلاص ما عادش زي زمان لازم يبقى يعني اعلى رتبه وسنا كمان، بدانا نلعب على الشباب، وبالتالي معاملهم للرياضه. ومشكور يعني الدكتور اللواء مجدي اللوزي الحقيقه اللي هو يعتبر وزير الرياضه العسكري، يعني انه فاتح كل مرافق الدولة العسكرية دي او المؤسسة العسكرية دي علشان الابطال دول. انا عايز ازود على دي حاجة مهمة جدا على فكرة، عشان محدش يخطف الحكاية. صح صح، يخطف النجاح وينسبه. أيوة لي أيوة. في صورة انتشرت امبارح من يوم الشباب في شهر 1/2016 كان موجود فيها الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، وحواليه في الصورة 4 أشخاص، منهم شخص احنا مش عارفينه ممكن يكون شاب من الشباب يعني، ومحمد إيهاب وسارة سمير وهداية ملك. فهو جمع التلاتة اللي خدوا الميداليات كانوا حواليه. فمعنى كده ان كانت الدولة عندها دراية، ده يعني احنا طبعا مش عايزين ننكر ده، كان في دراية تاني من الدولة ان الناس دي برضو رايحة تاني تعمل حاجة. هؤلاء محسوبون على معامل أندية القوات المسلحة. صديقي العزيز ثق في اللي بقوله لك. اما ما دون ذلك لم يؤشر اي اتحاد اخر لاعبينه من أندية عادية انه خالد وعليش وعصام شلتوت هيجيبوا ميداليات. قال لك ان شاء الله، وقياسا ببعثه 200 وحاجه فرض، هي 3 ميداليات كافيه مدليات. لكنها يعني لحفظ ذات ماء برضو. لحفظ ذات ماء الوجه يعني. زي اخونا الليمبي العظيم يعني. لكن لا مش محبطه، مش محبطه لسبب واحد. الرهان على الشباب يا خالد مش خسران نهائي طبعا. يا عمي في بلاد العالم وبالكلام الكبير يجي يقول لك البلد الذي يتعدى سن القتال فيه من 15-33 نسبه 20 بوينت مش عارف كام معرض لطفره، احنا 56.8 احنا معرضين لثلاث طفرات. فمش غريب ان يبقى علينا هجمات خارجيه، لكن مشكلتنا الهجمات الداخليه. ناس بقالها 30 سنه بتسوق الرياضه، العاملين بقى السيد فرانكشتاين والسيد وكيل اول وزاره مش عارف ايه والدور الرابع والمعايير والمقاييس وكذا الروتين. يا عم هم فشلوا، انت مستني ايه؟ يقول لك بص بقى ما بيمشوش ليه؟ معلش، لانه الدرجه الوظيفيه اللي بتيجي من معهد الاحصاء والترتيب القولوني ما ينفعش يمشوهم، لانه مش هيقدر يدرك واحد اخر. يا سيدي خليه زي ما هو، والله العظيم هو برضو تعب بمقاييس الدوله اللي كان موجود فيها، خليه زي ما هو وهات شباب بقى يدوروا المساله. يبقى البطل ده اهو الصوره دي الصوره اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، الرئيس عبد الفتاح السيسي واقف جنبه اهو على اليمين محمد ايهاب. أيوة. وتليته السوداء. أيوة. هو ده محمد ايهاب اللي كان معانا على التليفون، كابتن مصر. ساره سمير صاحبه الشارب الاحمر، ساره هي البطله في رفع وبشرك الأطفال. وهدايه هي صاحبه البرونز الاخير في التاكون. وبشرك مطحنه اللي هو من الناس المصريين العظماء متحدي الإعاقة برضو موجود، لأنه تحت تدريب برضو في المعامل الرياضية العسكرية، عارفين أنه هجيب ميدالية. أراهنك بقى لو طلب من الشباب والرياضة أن تأتي بأبطال وتقول أنه ما يبقوا في الصورة في يوم زي ده عشان هيجيبوا ميداليات، هيقولك لا اللي ما جاش واللي عنده مش عارف غسيل واللي كذا، لأن هو ما عندوش فايل يا خالد، ما عندوش مؤسسة
لا عارفين بياكلوا ايه. هو ينفع زي ما قلت لك قبل ما نجيب نجمنا الجميل ده هاب عبد الرحمن اللي لو ما لعبش خالص في الاولمبيك جيمز جايب فضه وجاي يا بطل ينفع يقول لك وقد دهمناه في منزله؟ دهمناه ايه يا عم؟ ده بطل رياضي يعني في ايه يا عم فجرا؟ وبعدين الواده دي المصريه ما اللي مشكله السيد وزير الشباب، طب ما كنتوا روحوا ده حتى لو الولد واخد حاجه يعني، طب روحوا الاول لموها يعني. انما اساسا بقى سيبك حتى من دي، لكن لا عنده مدير اعمال ولا دكتور ولا مخطط احمال ولا مسؤول تغذيه، كله 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 يا عم انت عايز ايه عنينا؟ ولك في اللقطه دي وارجوك تركز عليها، وانت الناس بتحبك وبتشوفك والشباب تحديدا واكيد مسؤولين بيحترموا البلد دي، فكره الميداليه الثانيه عليها تخفيض و25% و15% كلام يعني احنا يا عم نقول والله يعني يا اخي ده كاريكاتير صدقني ده كاريكاتير طبعا يعني الميداليه الثانيه يعني انت بتحط بطل. هو محمد قال حاجه مهمه جدا، كابتن محمد ايهاب على التليفون قال حاجه مهمه جدا، قال لك انا دلوقتي قدوه لغيري من الرياضيين الجداد اللي لسه بيطلعوا، فلما يلاقي ان هو عمل ميداليتين فقالوا له لا انت الميداليه الثانيه هتاخد عليها مش عارف ايه والميداليه الاولانيه هتاخد عليها ليه؟ فيقول لك انا ايه يا عم لو رياضي جديد؟ هيقول لك يا عم انا ايه اللي هيخليني اوجع دماغي؟ انا العب رياضه من باب الرياضه. عارف الرياضة أو عارف او يقول لك ايه في بلاد اخرى تحترم مواطنيها الرياضيين او مؤسسات الشباب، عشان مش هنقول البلد كلها، لان انا مؤمن انه ان شاء الله في تطوير لصالح الشباب من مؤسسه الرياسه، لا زال هو ده الامل لغايه ما يبقى عندنا وزراء والكلام الكبير ده. لكن انا بقول لك انه ببساطه يروح يلعب في حته ولو اللي هي المباريات الاستعراضيه ويكسب. هو ينفع البطل ده يروح يقدم العروسه تحت بند بلاها شبكه؟ يا اخي عيب والله. ينفع ما يبقاش عنده عربيه؟ ينفع ما يبقاش عنده شقه كويسه؟ ليه يعني؟ يعني احنا بنعمل فيه كده ليه؟ يا اخي ده اللي بيتمسك نصب على بنك بيروحوه بتاعه كفاله ويروح ينام في البيت. صح. الراجل ده تقول له الميداليه الثانيه هرخص لك فيها واخد عليك الضرايب. ايه هو ايه احنا بنعمل الاوفرات اللي احنا بتيجي كنا لسه بتكلم مع حضرتك على كابتن مايكل فيليبس يا سلام قبل الهوا. الراجل الذي عاد يعني اكيد مايكل فيليبس ده مثلا بيمشي في امريكا قبل اوباما يعني ممكن يعملوا له استثناءات اوباما لا يحصل عليها، لانه ده العالم الامريكي الحقيقي مش السد يعني رئيس امريكا يعني، لانهم يقدروا حجم الدخل اللي بيجي لامريكا من وراء مايكل فيليبس. ما اظنش يعني ان الكلام ده اتصدق. احنا اللي عندنا واحد اسمه مايكل فيليبس هنا ممكن يقول لك اوعى تجيب اسمه في البرنامج ليكون اعلان. يا اخي احنا بنتعامل مع الرياضه انها لعبه عيال، لو لم تتحول لصناعه لا يمكن ابدا الاعتماد على الارقام الهزيله اللي بنواجهها في اصفارنا بره. لما يقول لك هو انتوا القاعده عندكم كام؟ وزي ما حكيت لك وهكمل لك انه دارمشتات دي كانت نموذج لمسابقات اخرى في العاب اخرى، كل الناس اللي حب البلد دي اجانب وشايفين ان الولد والبنت المصريين اعلى ذكاء، ده حقيقي، يقول لك انتوا بتحرقوهم. هو مصطلح رياضي يعني ايه؟ يعني في سن العضلات ما العيال دي بتكسب فيليبس وهي صغيره، خلي بالك السباحين المصريين، لكن انت حرقته تحت ضغط ايه؟ المنافسه، عشان مجلس اداره النادي يخليك والاولياء الامور ياخدوا برايفت والواد يبقى جن فما يروح الساحل يبقى فورمه الساحل، وبالتالي عند سن ال 17 سنه اول ما يروح لعم فيليبس ما يقدرش يجيب القناه الرابعه. شكرا. كان في عندنا برضو ساره سمير، ولو هنحاول نجيب ساره سمير على التليفون. ساره الامتحانات الثانويه العامه بتاعتها اتلغت بتتعاقب كمال اهلك بالرياضه. ذاكر يا بت يا عم انت بتتكلم في ايه يا اخي؟ انا بحلم وارجوك انت كجيل يعني الشباب بقى زي ما قلنا احلم انت كمان بطاوله مستديره مستطيله زي ما يسموها عشان ما يمسكوش في الطاوله ويسيبوا الباقي. ان الطاوله دي تجمع الساده وزراء التعليم والصحه والاستثمار والسياحه، نقعد مع بعض عشان ندور على مشاريع عشان يطلعوا حاجه اسمها السياحه الرياضيه. صح يا عم. صح. والنموذج الرياضي يا عم اللي نلم بيه الدنيا بحالها. روني العظيم ده جه شرم الشيخ كان في اجازه وعنده اصابه، فعرفوا انه المدينه دي عظيمه يعني من بعد الوفود، وعرفوا انه في جيم يمكن يعتمد عليه في واحده من القرى السياحيه دي. زميل شاب من اللي بيشتغلوا معايا في اليوم السابع اسمه احمد عصام راح التقى دقيقتين لمجرد ان هو عارف انه مش عارف نط من على سور او حاجه عشان يشوفه، لكنه قال له مثلا انا ما عنديش وقت وانا عندي شغل محدد، لكنه قال له ايه هو كل البلد دي كده؟ قال له اه. فاستغرب ان مفيش فرقه عالميه بيجي، قال له انت مهتم كده ومفيش فرقه عالميه بتيجي هنا؟ خد بقى عندك بقى لو في حاجه زي كده خلفيتها اهرامات الجيزه حيث الواحات مثلا او صح. الطريق ده وتلاقي برشلونه اخر حاجه بيروحها يعني كل سنه اسمها شرق اسيا، اخر رحله راحها وراه 106 طياره شارتر لجماهيره
راح تتسوق وتبص وتجربه دبي بتعمل نفس الحركه طبعا دبي طبعًا بتدعو طبعًا اللعيبه العالميين مين نجم في مالوش فخور دبي وكذا مكان كده سياحي يعني مكان هو شاريه برايفت ليه يعني غالبا كل نجوم العالم لكن كمان الكاميرات بتجيب اي حد يا صديقي ما حدش حقه بيضيع انت محتاج ان تؤمن ان هناك صناعه اسمها رياضه ان هناك مهنه اسمها لاعب كره او محترف رياضه لكن احنا بنحتفل انه الاداري راح جاب الولد اللي ماضي ب 3 مليون على موتوسيكل بعد الامتحان عشان يلعب كوره يا عم طب هو يروح الامتحان ليه شوفوا انواع من التعليم لغه وكمبيوتر وشويه ثقافه ويبقى محترفا زي كل العالم وبنوفق اوضاع لا يعني ممكن اعمله استثناءات في المرحله التعليميه اعمله امتحانات لا خاصه لا اذا ما وقع عقد احتراف احنا مجانين بالنسبه للغرب ما فيش رمضان صبح الانجليزي المنافس بتاعه لا يمكن يبقى في الثانويه العامه اللي هناك مش هيمضي عقد احتراف يا سيدي هيمضي عقد اخر لانه مش هيبقى طول الوقت اذا كان مجند في البلاد اللي عندها تجنيد الزامي وهي كثر في اوروبا لا يمكن يوقع برضه هنا يوقع ويقول لك نتصرف ونبقى نجيب له مش عارف ايه وبعدين تطلع القوات المسلحه غلطانه لو استدعته يا سلام يا اخي هو ده مش زي خالد العسكري وعصام العسكري يعني زميله او المجند زميله فهذه الاوضاع تحتاج زي ما قلت لحضرتك يعني مجلس حرب كده رياضي أيوة من المسؤولين عن هذا البطل يعني واظن انه مطلوب ان يخرج التقرير ده للسيد الرئيس امامه لانه بقى في قناعه داخل يعني المؤسسه بالشباب وبالتالي اظن ان في خبراء فكره بقى ان بنعمل قانون رياضه على فكره والبرنامجك يعني ولو انه مش رياضه قوي لك ما فيش قانون رياضه يطلع قانون رياضه حتى اللي راح وعمال يرجع يترقع ده ما فيهوش استثمار اللي الناس كلها عاملاه من سنين واحنا بقى استبشرنا بالجديد ما فيهوش بند استثمار حضرتك يعني ما فيهوش تحويل الرياضه لصناعه طب ما علينا هو احنا ليه بنجيب 28 ناس ويقعدوا يطلعوا قانون طب يا عم ما نجيب قانون المانيا قانون فرنسا وقبل بقى ما يقول لك يا عم ده عندهم اعلانات خمور وقمار ومرانة يا سيدي ده ببساطه شيل كل ما ضد العقائد والعادات والتقاليد والموروث ومش عارف ايه واللي بيضايق ليش واللي بيضايق شلتوت شيل كل ده يا عم وطبق الباقي نحن نصدر احيانا للناس يا اخي فلا عيب ان احنا نجيب بيت خبره يقول لنا بعد 2 3 سنه قانون جاهز وكمان نجيب بيت خبره يقول لنا بعد 2 3 سنه لازم تعملوا 1 2 3 يا اخي السيد وزير التعليم ده وهو يعطي ترخيصات لمدارس بتكسب اصحابها ومشكورين انه بيحلوا ازمه التعليم يا اخي افرض عليهم انه يبقى في حصه الرياضه دي تبقى تدريبات ويبقى عنده ملاعب بجد حضرتك تروح تصورها وتشوفها لا في المدرسه الحكوميه مثلا لا بقول لك حتى يا عم الحكوميه معلش مدارس حكوميه ما عندهمش لكن انا بقول لك انت بتطلع بقى انت بتطلع بقى رخص لمدارس خاصه هي في كل الاحوال استثمار انا بقول الناس مشكوره بتحل ازمه وبتشيل عن كاهل الحكومه بعد سنوات من الفساد العارم يعني بس ده يا اخي الزمه بملاعب يا اخي ما واخد فلوس صح انما انت تخيل تروح اوتيل ويقول لك معلش على السنه ما عندناش بسين معلش اصله مفيش مطعم معلش سيادتك اصله مفيش جيم طب وانا مديله رخصه ليه انه اوتيل خمس نجوم وبتاع لا انت المدارس الخاصه على الاقل يعني احنا بندور على حلول تحكم الزمه ان هي كمان تخلي الاطفال اللي عندها او الطلبه اللي عندها تلعبهم هم بدايه القاعده وما تخلوش بقى الحصه مع الساده مدرسه التربيه الرياضيه وبس لا يحصل على الساده مدربي الالعاب اللي هو طبعا على خلفيه التربيه الرياضيه لكنه على فايل لعبه ما ويكون متعلمه للشباب احنا عندنا كارثه خلينا في الكوره مع شوكه الجماهير خالد قاليش نجم الاهلي والزمالك ماشي يا عم عشان ما تبقاش نجم نص ونص نجم الاهلي والزمالك اول ما تعتزل يفيقوا عليك بفريق الناشئين تحت 10 سنين دي كارثه دي كارثه انت ممكن ياخدك مدرب ربما يكون بياخد اجر قد بتاع الفريق الاول بس ياخد النجم ده عشان يبقى يوري الاولاد هتبقوا زي ده مش عشان انت اللي تدربهم هنا يقول لك لا نديله الشباب يتعلم فيه يا نهار اسود يتعلم فيهم بينما مثلا بوبي رونسون الانجليزي العظيم ده وصل لغايه منتخب انجلترا مسك مستقبل برشلونه اندر 7 تحت 17 سنه مستقبل يعني بيلف كمان مش ماسك فريق 17 ده بيلف يشوف لهم الكوره تحت 17 سنه في العالم بقى شكلها ايه انت حضرتك قلت حاجه مهمه جدا هي السياحه الرياضيه السياحه الرياضيه لو ركزنا كمان في تجربه البرازيل كلها موجوده على فكره البرازيل نفسها كبلد عندها مشاكل كتيره جدا البرازيل على فكره يعني انت بتبقى ماشي في سرقه كتير جدا في حالات قتل في يعني في مشاكل كتير يعني كان في حد مصور نهر كده عندهم مليان زباله وحاجه يعني جداً مش ممكن جداً. مش ممكن ومع ذلك اتفرج على حفل الافتتاح هم الناس اشتغلوا بشكل متوازي قال لك احنا عندنا مشاكل في البلد احنا الحمد لله على فكره احنا بالنسبه للبرازيل احنا يعتبر مشاكلنا
الامنيه وغيره وغيره. لازالت احنا اقل صفر بالنسبه لكم ولا حاجه الحمد لله يعني رب العالمين. فلا وهم شغالين شوف طلعوا لك ايه، طلعوا لك حفل مبهر، بينظموا اولمبياد، بينظموا كاس عالم، يعني ناس جامده جدا. احنا نفسنا بقى ده يحصل، نشتغل على البنيه التحتيه، نشتغل على يعني برضو دي مناشده، نشتغل على محطات المترو الكتيره. المترو ده مهم جدا، لما بتيجي اي لجنه عالميه بتيجي تبص الناس دي عندها كم محطه مترو، عندها كم استاد، عندها استاد اولمبي بيقضي قد ايه، عندها جنب الاستاد الاولمبي ده محطه مترو علشان توصل الجمهور اللي هيحضر لي الـ 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 ما هو عشان هو بيبني الملعب جاب الراجل بتاع بنا المتروهات، فيبقى يا اما تحت الملعب يا اما قريب من الملعب عشان يبقى فيه انصراف وحضور متقاس بالساعه. مظبوط خالد، انما احنا من كل فيلم اغنيه. لكن اذا اسمها ببعثه مهوله اسمها 201، على فكره في بعثات بسبع رجاله جابوا 20 ميداليه عشان بس حاجة زايد علينا. لكن انا مش زعلان ولا اي مواطن زعلان ان اولادنا يعيشوا تجربه السفر يا سيدي، مفيش اي مشكله. لا بلدنا بتبني شبابها، لكن ما يزايدوش علينا ويقولوا انه في ناتج محلي من ده. لولا معامل الرياضه العسكريه كنا بقينا في حرج بالغ يعني، والصوره بتثبت اللي بقوله عشان ما حدش. نتمنى كده ان كلامنا ما يبقاش بننفخ في قربه مقطوعه، نتمنى ان اللي جاي الرياضه ما خلصتش ولا الاستثمار في الرياضه دي حاجه مهمه ان شاء الله. الجريء كابتن عصام شلتوت نورنا وحضرتك نورتنا من زمان ما شاء الله. نورتنا كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي ورئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. نشكر كل الناس اللي كانت متابعانا النهارده في نهار جديد. من حقنا نفرح باولادنا، افرح افرح، دول ولادنا واخواتنا وقرايبنا اللي كسبوا. في منهم كتير يا خالد ما شاء الله، بس يبقى في حسن استعداد ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. نشكركم جدا، تابعونا بكره ان شاء الله من الساعه 8 لحد الساعه 11 في نهار جديد. سلام عليكم.